للحديث عن أداء الأسواق ينضم إلينا في الاستوديو السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة AQT. أهلا بك سيد رائد. أهلا وسهلا. بداية سيد رائد، سنتكلم عن محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي من المتوقع أن يصدر اليوم. برأيك ما هو المنتظر من هذا الاجتماع، خاصة في ظل الحديث عن معدلات رفع سعر الفائدة وكم مرة ستكون خلال العام الحالي؟ بالطبع المحضر هذا مهم جدا، خصوصا أنه كانت ردة الفعل التي تبعت إعلانات أسعار الفائدة سلبية على الدولار الأمريكي على الرغم من رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة كما كان متوقعا وكما كان متوقع من الفيدرالي الأمريكي نفسه في اجتماعاته الأخيرة. بالتالي كان عندنا هذا الضعف في الأداء. طبعا التصويت كان هناك عضوين قاموا بالتصويت لعدم رفع أسعار الفائدة، وهذا يزيد الشكوك فيما يتعلق بمستويات التضخم وهل تتمكن التضخم من التسارع إلى المستويات المستهدفة نحو 2%. هذا يقلل من احتمالية أن يكون هناك رفع كبير لأسعار الفائدة في العام الحالي 2018، وبالتالي الأسواق الآن تقيم إمكانية رفع أسعار الفائدة بمرتين فقط على خلفية ضعف التضخم الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية من أصل 3 مرات كان قد توقعها الفيدرالي الأمريكي. محضر الاجتماع مهم لمناقشة مدى خطورة أو ضغط مستويات التضخم المتراجعة على قرارات الفيدرال الأمريكي في تشديد السياسة النقدية. بالتالي سيد رائد، ما هي أبرز المعطيات التي قد يعتمد عليها الفيدرالي الأمريكي في خيار رفع سعر الفائدة؟ ما هي أبرز المعطيات التي سنترقبها يعني؟ تماما، كان هناك نوع من العودة إلى التركيز على مستويات سوق العمل في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى أن يكون هو الفتيل الخاص أو الذي يشعل أداء الاقتصاد الأمريكي في العام القادم، والذي يفرض بذلك إمكانية أن يكون هناك عودة لمستويات التضخم وارتفاع إلى مستويات 2% في وقت أقرب من المتوقع، وبالتالي تشديد السياسة النقدية كما هو متوقع. لكن أيضا في عنا نقطة إضافية أن باقي الاقتصاد في العالم التي كانت تظهر سياسات تيسيرية نوعا ما أيضا أظهرت إشارات إلى إمكانية تشديد السياسة النقدية، وعلى رأسها الاقتصاد الأوروبي الذي بدأ يظهر بيانات إيجابية في ظل حزمة التيسير الحالية. نبقى في إطار الحديث عن العملات وتحديدا علاقة اليوان الصيني بتحركات الدولار الأمريكي. برأيك كيف يمكن قراءة هذه التحركات، خاصة مع رفع البنك المركزي الصيني لسعر الفائدة اليوان لأعلى مستوى أمام الدولار الأمريكي في عام ونصف العام؟ طبعا ذلك يضغط أكثر على أداء الدولار الأمريكي الذي أنهى عام متراجعا كمؤشر للدولار الأمريكي أمام سلة من العملات بشكل كبير. أمام معظم العملات، أمام اليورو كان التراجعات ب1.2% أو أكثر من ذلك. اليوان أيضا ينضم إلى القائمة لأنه أداء الدولار الأمريكي إجمالا عندنا في ضغط كبير، وينهي العام عند مستويات 91.40 كمؤشر للدولار الأمريكي أمام سلة من العملات، وبالتالي ذلك يعكس بعض الشيء الإشارات التي كانت سابقا أن الحكومة الصينية تتدخل لضغط على اليوان لتخفيضه أمام الدولار الأمريكي، ولكن ضعف الدولار الأمريكي يطغى على باقي العملات في الفترة الحالية، وذلك مؤشر رئيسي فيما يتعلق بعلاقة الصين بالولايات المتحدة الأمريكية والاحتدام الموجود حاليا فيما يتعلق بكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، وأيضا التوترات السياسية الموجودة ما بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية. ذلك يؤجج نوعا ما خطورة العلاقات الاقتصادية بين الصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الراهن. بالتالي سيد رائد، هل سيخدم الدولار الضعيف الاقتصاد الأمريكي بصفة عامة، خاصة عند الحديث عن عجز تجاري تحدثت عنه الولايات المتحدة مرارا مع الصين على سبيل المثال؟ يخدم إلى درجة كبيرة خطة ترامب بتنمية الاقتصاد الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، والدولار الأمريكي يعني المنخفض ينمي مستويات التضخم نحو المستويات المستهدفة بشكل أكبر، بالتالي ممكن قد يخدم جزئيا، ولكن معطيات الاقتصاد تضطر أن يكون هناك رفع لأسعار الفائدة وتشديد للسياسة النقدية من وجهة نظر الفيدرالي اللي هي وجهة سياسة نقدية وليست سياسة مالية في هذه الحالة. بالتالي ضرورة تشديد السياسة النقدية سوف تأتي
مع تحسن مؤشرات ومعطيات الاقتصاد الأمريكي لاستيعاب الفائض في الاقتصاد ومنعه من أن يتجه نحو استثمارات مخاطرة بشكل أكبر، بالتالي يتم رفع أسعار الفائدة يعني تقليص المخاطر إجمالا في الاقتصاد ولاحتواء التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. ننتقل الحديث عن أسعار النفط وتحديدا الحديث عن المسار السعودي للأسعار في وفي ظل ارتباطه أيضا بالأحداث الجيوسياسية تحديدا على مستوى الاحتكاك بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، أيضا المظاهرات التي تشهدها إيران، هل نتوقع أن تحدث قفزات غير متوقعة على مستوى الأسعار؟ حقيقة يستفيد النفط وأنهى العام باستفادة كبيرة ولا يزال يحوم عند أعلى مستوياته تقريبا منذ منتصف عام 2015. النقطة أن أسعار النفط مدعومة بعديد من العوامل، منها تحسن الطلب، منها أيضا التوترات الجيوسياسية الموجودة في المنطقة وفي العالم إجمالا، وأيضا لدينا يعني هذا الاتفاق على قطع على تجميد الإنتاج إلى حد ما بين أوبك وما بين روسيا، ذلك يدعم بشكل كبير. أيضا هناك أمل بتحسن الطلب العالمي، يعني نحن ذكرنا أنه في عنا العام الماضي عنا ارتفاع بالإنتاج وكذلك ارتفعت أسعار النفط، معناته في عنا تحسن واضح الطلب على أسعار الطلب على النفط إجمالا، وذلك من المتوقع أن يزداد بشكل أكبر خلال الفترة القادمة. إنهاء $60 للبرميل الأمريكي يعتبر إشارة إيجابية لمزيد من الارتفاعات. نعم. السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة EQT، شكرا لك. شكرا لك.